أخواني، بالنسبة إلى الأخت اللي ذكرها الأخ، إحنا نرحب بالأخت الكريمة أن تناظر تأتي بأدبها وباحترامها، لأنه يبدو أنك حجواد لا تعرف هذه الإمرأة. تأتي بأدبها واحترامها، ولها منا كل الاحترام والتقدير، ونعطيها الوقت الكافي، وأزيدها أنا من عندي، هي من تختار الموضوع إذا أرادت. السلام عليكم، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم ولعن عدوهم. حياكم الله بفيديو جديد من قناة خواطر فكرية. هذا الفيديو راح يكون مطول، لأن راح نستمع إلى إشكالات جدا جدا كثيرة وشبهات جدا كثيرة يطرحها أحد الوهابية، ويختمها بعد أن أجاب الحاج وعد والأخت أم الأسود والسيد ميثم الموسوي، يتحول إلى موضوع آخر، وهو نريد أم الأسود تناظر إحدى الوهابيات اللي اسمها غصون أو هكذا شيء. أنا ما أعرف هذه الأخت، لكن مثل ما أوجه لها الحاج وعد اللامي دعوة، نوجه لها الآن دعوة بمناظرة الأخت أم الأسود بأن تكون الموضوع منكم، لكن فقط الأدب، وإن كنا عندنا بعض حقيقة الشيخ بأن يكون الطرف الآخر مؤدب كما هو الشيعي بحواراته ومناقشاته ومناظراته. كل الشبهات اللي راح نستمعها من الشخص الوهابي، دعوة لمناظرة أم الأسود أو الدعوة التي وجهها لأم الأسود، راح نستمعها بهذا الفيديو، نرجع بتعقيب بعد أن نستمع إلى هذا الفيديو، فخليكم إن شاء الله مع تمامه. شكرا. قبل أن أقدم الأخ أبو عاشة والشيخ معاوية وباقي الأخوة، خلينا نأخذ الأخ من ألمانيا أول شيء، ثم أبو عاشة النووي الوهابي. تفضل أخونا من ألمانيا. ممكن أشارك؟ نعم ممكن جدا. صدقني صار لي 47 دقيقة أنتظر، 47 دقيقة حاليا، صار 48 دقيقة على الخط أنتظر. ممكن أشارك؟ إيه تفضل الآن. نعم. تعال تفضل. طيب أنا استمعت إلى كلام أم الأسود. هي حقيقة في الحقيقة طرحت جملة من المغالطات والأكاذيب، ولو أذنت لي سأردها واحدة تلو الأخرى. أولا عقيدة أهل السنة والجماعة على أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم في ثلاثة أمور، في التبليغ ومعصوم من كبائر الذنوب ومن خوارم المروءة، وكذلك جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين. سأذكر المغالطات واحدة تلو الأخرى. أولا أم الأسود قالت كيف النبي صلى الله عليه وسلم يتبول واقفا، التبليغ والكبائر على الطرقات، على قارعة الطريق. التبليغ والكبائر، والثالثة وش هي؟ أهل السنة والجماعة يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم أولا في التبليغ، ثانيا معصوم من كبائر الذنوب، ثالثا معصوم من خوارم المروءة. أما ما ذكرت أم الأسود كيف النبي صلى الله عليه وسلم يتبول واقفا في الشوارع، فأولا المدينة لم تكن فيها شوارع. الكافي محمد ابن يعقوب الكليني في كتابه الكافي في المجلد السادس صفحة 500، سئل الصادق عليه السلام عن التبول واقفا فقال لا بأس به. هذا أولا. ثانيا أم الأسود تتحدث عن عدالة الراوي وعن الصدق وعن الأمانة، وتطعن في الصحابة وتطعن في أبي هريرة رضي الله عنه وتطعن في عائشة رضي الله عنها. طيب أنا أقول لك شيء، في كتاب هل تسمعني؟ نسمعك ونسجل، احنا نحترم. طيب. الحوار. نعم. طيب. بس لاحظ أنا أسمعك. نعم. أنا أسمعك وأسجل، إذا تحاولت وياك وقاطعتني فمعناه تريد أن تهرب. أنا الآن أسجل بكل أدب واحترام، لكن بعد شوي عندما أفكك معاك العبارات نقطة نقطة راح نشوف شو تسوي. تفضل كمل. في كتاب
تنقيح المقال تنقيح المقال لعبد الله الممقاني وهو من كبار شيوخ الإمامية الاثنى عشرية. اسمه الممقاني مو المقاني. اي تفضل. طيب الممقاني. قال عبد الله الممقاني في تنقيح المقال المجلد الأول صفحة 174 أن المغيرة ابن سعيد قال فيما حكوا عنه: قد دسست في أخباركم أخبارا تقرب من 100,000. تصور يا وعد اللام، هذا رجل شيعي واحد يكذب 100,000 100,000 أكاذيب رجل واحد. ولهذا أورد محمد ابن يعقوب الكليني في كتابه الكافي في ما يسمونه بروضة الكافي صفحة 212 رواية عن الإمام المعصوم عندكم، تقول: إن ممن ينتحل هذا الأمر، يعني التشيع، لا يكذب حتى إن الشيطان لا يحتاج إلى كذبه. ثانيا أورد هذه كلمة التشيع منك لو موجودة في النص. لا ليست موجودة من النص، ليست موجودة. النص يقول لحظة هاي أنت ضفت كلمة التشيع للرواية صح؟ لا أنا ما أضفته، لا، لأن المعنى يدل على هذا. هو يقول إن ممن ينتحل. سؤال واضح، أنا ما أريد أقاطعك. أنا أسجل، لأن عندما أسجل نص الكلمة. أنت قلت التشيع. هذه موجودة ولا أنت ضفتها؟ لا ليست موجودة. أنت لزقتها. ماذا تدلس؟ هذا تدليس اسمه. هذه عبارة مروءة أستاذ. في رجال الكشي اسمح لي، في رجال الكشي صفحة 200. هل تسمعني؟ إيه نسمعك. نعم. رجال الكشي هو كتاب شيعي إمامي 12 معتمد صفحة 254 قال رواية عن الإمام المعصوم عند الشيعة الإمامية 12 قال: ما أنزل الله آية في المنافقين إلا وهي في من ينتحل تشيع. فهذا هنا مذكور بالتحديد. بلى التشيع. لحظة ما أنزل الله آية في المنافقين. ما أنزل الله آية في المنافقين إلا وهي في من ينتحل التشيع. لحظة هاي أنت الآن طيب. أنت الآن ما تضيف كلمات، هاي موجودة النص بالنص، الرواية موجودة صح؟ نعم بالنص موجودة. أنت طلعتها طيب. من كتاب رجال الكشي صح؟ نعم صفحة 254. طيب زين الآن كثرة الأمور، خلينا نناقش ذني الأمور وبعدين نرجع إلى لو سمحت أنا انتظرت 50 دقيقة. وذا انتظر 50 دقيقة أو 40 دقيقة، لكنك لم تتحدث في أمر موضوعنا أبدا. أستاذ الكريم لحظة هدوء. جاء وقت الحساب. سامع عندنا عندنا بالعراق، انت عراقي، جاك الموت يا تارك الصلاة. الآن جينا راح نحاسبك على ما ذكر. لا لا اسمع لي. هدوء والله لا خليك ما تنام اليوم، اصبر. افتح كتاب الشيخ. أسألك بالله فقط هذه الرواية بعدين تعود علي. خلاص تفضل. سألتك بالله العظيم فقط هذه الرواية ثم رد علي. تفضل. طيب في كتاب عيون أخبار الرضا وأيضا هذه مذكورة في بحار المجلسي، وهو من الكتب المعتمدة عند الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في صفحة 112 نقل ابن بارويه القمي عن الرضا، والرضا يعتبر عند الإمامية الاثنى عشرية الإمام الثامن، في قوله تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه، الآية من سورة الأحزاب. قال المعصوم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصد دار زيد بن حارثة في أمر أراده، فرأى امرأته زينب تغتسل فقال لها: سبحان الذي خلقك
والله الذي لا إله غيره، لو أن رجلا من الفساق ومن عوام المسلمين فعل مثل هذا لسقط من أعين الناس، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم سيد البشر؟ وأنت تقولين يا أم الأسود إن رسول الله يوضع يده على وجه إمرأة، هذا كله من الكاذيب. طيب، من الأكاذيب والأباطيل. الآن شوف، أنا أعطيتك مجال، أعطيتك مجال. هدو هدو، والله الآن جاك وقت الحساب. يا وعد الله، لا تقاطع، لا تقاطع، لا تقاطع، اتركنا من رأيته. أنت غير مصدق، لأن الآن دلست، أنت مدلس، روايته غير مقبولة، فأنت غير مصدق. لا تفضل تفضل تفضل. الآن الآن نجي نبدو ياك من الأخير. أنت قلت من مين؟ من الأخير سأبدأ معاك وأضرب لك كل اللي ذكرته. أول هدوء هدوء. أولا عندكم أنت قلت أن النبي صلى الله عليه وآله غير ثابتة عندنا، هاي قضية. أي يا أخي، لا الآن أجيك، لا تقاطعني، اتعلم ثقافة الحوار. أنا مسكت أي رواية غير ثابتة عندنا الآن؟ خلي أكمل، خلي أقول لك أي رواية. شوف أخواني، شوف يا أهل السنة، شوف شجاعة الشيعي. أنا كتبت كل النقاط والآن أفصل بالنقاط. ليش عندما أتكلم ما يتركني؟ لأني خاف. تفضل تفضل. طيب تفضل، نجي واحدة واحدة. أولا عندكم أنه النبي صلى الله عليه وآله رأى امرأة فشاهد هذه المرأة، ثم بعد ذلك دخل، قال دخل، ترك الصحابة ودخل إلى زوجتي وخرج رأسه يقطر، فعلمكم الآتي، قال إذا رأيتم امرأة، وإذا رأيتم امرأة، وطبعا صارت عندكم مسألة معينة، فافعلوا كما فعلت. شو سويت واقع زوجتك؟ الآن السؤال، أنت تعيب علينا هذا؟ هدوء، لا تقاطع، لا تقاطع. هذا في الصحيح. الآن الله يكرمك، الآن لوزك تلويز كله محترم، بس اصبر علي واحدة واحدة. أنت لماذا لا تتأدب في الكلام؟ أنا تأدبت معك في الكلام، إيش تلزقك ملزقك؟ أنا تأدبت معك بالكلام. أنا قلت لك تلويز، يعني شنو؟ أسويك مثل اللوز، اللوز شيء جيد. اتفضل رد طريقة أباطيلك في كتبك. إيه الآن 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 أرد. أنت الآن أول شيء ينقض عليك هنا النبي، ما يخليني أتكلم. شوف غدر غدر، شوف أنا استمعت له. أنا ليش إخواني أقول لهم نقطة نقطة؟ استحلفني أن أسكت وأكتب النقاط، لأن أدري بي إذا وراها من أتكلم الآن بعد شوي يغلق الهاتف ويهرب. أقسم بالله العظيم لا أغلق الخط إلا طيب. أنت تغلق الخط. خلاص، إذن اهدأ اهدأ. أنت قلت لا يفعل هذا الأمر. لا حول ولا قوة إلا بالله. طلب صغير. اللهم حينما ترد، حينما ترد عليه رد عليه بأدب وأنا أسمع. لا طبعا. هذه كلمة ما هي خارجة عن الأدب، ولا تتكلم معنا في هذا الأمر. هذه كلمة تفضل للملاطفة، والإنسان اللي أعزه وأحبه التعراقي، كلمة أنه معناتنا يصير بيناتنا شلون الحلاوة. لوز ما تعرف وعد الله. خلاص خلاص. أنا عراقي من إقليم كردستان، أنا كردي. إيه يعني أنت بالشمال العراق. المهم إيه، نرجع إلى هاي. لا أنت بالشمال العراق. خلاص خلاص، الآن مو موضوعنا، مو موضوعنا، مو موضوعنا. إقليم كردستان، إقليم كردستان العراقي. لا حول ولا قوة إلا بالله، ما يخالف. الأخ من شمال العراق الآن يقول هذا. قل من كردستان العراق، قل من إقليم كردستان العراق. الأخ العراقي، الأخ العراقي. والله كريم كردستان العراق. الأخ العراقي أستاذي الكريم، كنت من كردستان أو من أي منطقة في العراق، في النهاية أنت عراقي، علمك علم العراق، بلدك اسمه العراق، جواز سفرك جواز عراقي. أستاذي الكريم، نحن يا أخي الكريم لا يهمنا هذا الأمر، لا يكفي أنك خرجت عن صلب أستاذي، لا تقاطعني رجاء، لا تقاطع، اهدأ شوي. أولا خرجت عن موضوع الحوار، ثانيا تقاطع، لا تحاور، إذا تفضل واخرج من مجلسنا رجاء، لأن هذه الحلقة هي لي أنا. إذا أردت أن تأتي وتحاور
تنورني، أهلا وسهلا. إذ لا تر لك تستطيع أن تذهب إلى البيت المواعين أستاذ الكريم مع النساء، لأن هذا هو المكان للعقلاء. أختنا هو يقول أنا لا أحاور النساء. زين أنت كنت أم المؤمنين كما تقولون. نعم. لا 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 قبل عائشة صبر أنت مسجل النقاط لماذا؟ لأنك كنت تستمع للأخت، اتصلت وبقيت على التليفون وأنت تستمع إلى الأخت وهي من النساء. طيب الآن ليش كنت تستمع وتسجل نقاط الأخت والآن لأن الأخت تريد أن تتكلم معك تقول لا أحاور النساء؟ أنا ما أدري هذا الرجل في اللي هو من العراق في شمال العراق عندما يذهب إلى أربيل يذهبون ما في نساء، باع شاري تاكسي ما أعرف إيش، نسوانهم ما تتكلم مع الناس، هو ما يتكلم مع الناس. يعني موظف الطيران لما تجي يقول أنا ما حاور نساء جيبي لي. شوف إخواني حتى يريد أن يهرب من الموضوع، كردي ما أعرف إيش، كردستان شمال ما. واضح. على أي حال نعود إلى الموضوع. أولاً عائشة زوجة النبي نقلت لهم دينهم، يعني 80% أو أكثر من رواياتهم نقلت عن طريق امرأة، والآن يقول لا أحاور امرأة. أنت الآن أستاذي كريم صار لك قلت كما قال الحاج وعد اللامي 45 دقيقة تقريبا وأنت تشاهد، كنت تسمع إلى الحديث الذي كانت تلقيه امرأة على مسامعك. طيب أولاً قبل أن أتكلم كل التحية والاحترام إلى الشعب الكردي في كل بقاع المعمورة. وبالمناسبة حتى تفهم أنا ما يصير أقول هذه المعلومة، أنا ترباتي شارع الكفاح، فأنا عايش ويلك رادي ويحبوني وأحبهم، لكن هذا أمر واقع أنه أنت عراقي من العراق فنخاطبك كعراقي. زين واضح انتهينا من هذا الأمر. نجي أولا إلى قضية أنه قال أتحدى أن يدخل الآن في المواضيع، قال أن هذا النبي عندما رأى المرأة قال لا يفعل هذا الأمر إلا فاسق. طيب الآن السؤال، هذا الحديث أن النبي كان ينظر إلى امرأة وذهب ليفرغ الغريزة الجنسية في زوجتي عندكم في الصحيح، هل النبي عندك فاسق كما نسبت إلى كتب الشيعة؟ تفضل. أنا قلت لك في كتاب عيون أخبار الرضا الآن أنا أقول لك لحظة هاي فهمناها إحنا لا نصحح هذه الرواية وما نقبل هذه الرواية. شفتوا يا أخواني نحن لا نقبل هذه الرواية لأن النبي صلى الله عليه وآله قال لا تتبع النظرة بالنظرة ولا ينظر إلى النساء بهذه الشهوة. الآن السؤال إحنا ما نقبل ونرفض هذا الأمر لأن النبي صلى الله عليه وآله عندنا معصوم بالعصمة المطلقة. أنا شجاع وأرفض. رواها الكليني، رواها ميثم الموسى وحياك الله سيدنا، رواها الآن نقطة الآن هذا الكلام موجود عندكم وسوف أقرأ. سيدنا إذا جاهز ولا أنا أقرأ؟ أنا جاهز. أقرأنا الرواية اللي فيها أن النبي خرج عندما شاهد امرأة وارتفعت عند الحرارة الغريزة الجنسية فذهب أفرغ بزوجتي، وعندما خرج رأسه يقطر من الماء فقال لهم علمهم إذا واحد يفعل كذا كذا فخلي يروح يفرغ بزوجته. هاي عندكم في الصحيح في أي كتاب سيدنا؟ في صحيح مسلم حجي، في صحيح مسلم. أقرأها الرواية. نعم، يقول في صحيح مسلم رقم 1403 يقول عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى امرأة فأتى امرأته زينب وهي تمعس منية لها فقضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه فقال إلى إذا أن المرأة تقبل بصورة كذا وتقدر في صورة كذا فإذا رأى أحدكم امرأة أعجبته فليأتي أهله فإن ذلك أذهب لما في قلبه إلى آخر الرواية. إذا رأى امرأة أعجبته فليفعل مثلي، يعني النبي بصبص على المرأة وشافها
وركز وصعدت عنده الحرارة، راح فرغ بزوجته، وهذا في صحيح مسلم. الآن قلت إنه في كتب الشيعة الرجل الذي يفعل هذا فاسق، احنا نرفضها. الآن في صحيح مسلم ورطة، هل تقبل صحيح مسلم أو أن تقول أن النبي والعياذ بالله فاسق في كتابك؟ تفضل، هاي أول نقطة. أنا أطالبك الآن أمام أهل السنة وأمام الشيعة أن تقرأ النص الحديث ورقم الحديث ورقم الصفحة من صحيح مسلم. حاضر إيه خلاص، قبلت التحدي، خلاص اسكت الآن اسكت. أنا مو راح أقرأ الحديث، راح أطلع لك الكتاب. لك إحنا أولاد علي بن أبي طالب، تدري شنو أولاد علي بن أبي طالب؟ اصبر، الحديث موجود في كتاب النكاح، باب من رأى امرأة فوقعت، هذا صحيح مسلم. أنا مع معذرة أأخركم، هذا كتاب الإيمان، كتاب النكاح، يا وعد يا لامي، كتاب النكاح. لك أنا مو أقرأ الحديث، أنا أستخرج لك الكتاب، كتاب النكاح. اللهم صل على محمد وآل محمد، طيبين الطاهرين المعصومين. أنا سأقرأ الآن الحديث نصا وأستخرجه لكم على الشاشة ببركة محمد وآل محمد. هذا كتاب النكاح الباب الثاني. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتظروا لأننا أهل علم، فأريد أن أستخرج الرواية كما موجودة. الله صلوا على محمد وآل محمد، طيبين الطاهرين المعصومين. شوفوا يا أهل محمد وآل، من الذي يتكلم بعلم وأبناء علي؟ علي بن أبي طالب الكرار، هذا كتاب صحيح مسلم. وهنا أقرأ من المجلد الثاني وسأضعه على الشاشة، معذرة أخذ الكاميرا من الأخوان جميعا. هذا صحيح أمامكم على الشاشة، صحيح مسلم، وهنا في المجلد الثاني كما تشاهدون. هذا كتاب النكاح أمامكم، كتاب النكاح أمامكم على الشاشة، وهذا الباب، هذا الباب. يقول عن جابر، الحديث في مسلم، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله هذا أمامكم، أضع أصفر، أن رسول الله صلى الله عليه وآله رأى امرأة فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة لها، فقضى حاجته. شنو يعني فقضى حاجته؟ يعني راح أعز الله السامعين، يعني فعل يعني ويا زوجته ما يفعل الرجل مع المرأة، فقضى يعني محتاج، النبي محتاج، رأى الامرأة وصارت عنده حاجة، فذهب ثم خرج إلى أصحابه فقال إن المرأة تقبل في صورة شيطان. أنا ما أدري ليش المرأة تقطع الصلاة هي والكلب الأسود ومعروف، إيه ما تقول ليش عندك عداوة يا المرأة. المهم إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في سوء، عش طلعتها يعني المرأة تباع لها من قدام شيطان، تباع لها من وراء شيطان، تقبل بشيطان، تدبر بشيطان. سمعوا يا نسوان، تدبر في سورة شيطان، فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. يا جماعة أنا بنفسي نظرت إلى المرأة ونفسي قامت تصعد، صعدت، شو تسوي؟ نزل، وين ينزل؟ راح للبيت نزل. فأنتم إذا تصعد عندكم نزلوا مثل ما نزل نبيكم. الآن هذا الحديث أمامك، الآن قل أن النبي والعياذ بالله في كتبكم فاسق، غرد. شوف اسمع لي، أنت
أنت حينما تتحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم تأدب، تأدب مع الرسول. هرب 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 هرب، ترك الموضوع وتناول شخصي. يا أخي أنا أحبك في الله، أحبك في الله، اتركنا من الشخصيات. أنا الآن حدثنا عمرو بن علي، حدثنا ما أعرف منه، حدثنا أمام الناس الحديث. يا رجل أنا أحمر أصفر، لابس رباط، لابس ما أعرف شو دخلك بي؟ تجاوب على الحديث. ممكن ممكن أرد عليك؟ إيه أنت قلت اللي يسوي الآن. ممكن أرد عليك؟ صعدت صعدت صعدت. إيه لا أنت قلت الذي يفعل هذا فاسق، صوتك مسجل. أنا قلت لك أن الذي ينظر إلى امرأة رجل مسلم وهي تغتسل هذا هو فاسق. هدوء. يعني اللي ينظر امرأة بالشارع ويبصبص عليها إلى حد ما ترتفع عند الغريزة ويحتاج إلى امرأتي، هذا عادي. إلا ذات يا أخواني، لا حد ينظر للنسوان إلا يشوف لو واحدة تغتسل. إذا واحدة بالشارع هربجي، واحدة بالشارع انظروا. الآن هذا كتابة. لماذا تلف وجودك؟ لماذا أنت تلف وجودك؟ حجواد متهرب. حجواد رجاء أريد مداخلة. الشخص الذي يتحدث الآن، قبل قليل قال أتحداك أن تأتي لي بهذا الحديث. عندما أتيت بهذا الحديث من كتبه قال أنا كذا أنا ومهمها كما نقول، وحاول أن ينسل من هذا التحدي الذي تحداك به. الآن أقول له أوجه يا أم الأسود، بس إذا قرأت هاي الفقرة وعلقي أنت عليها، الله يرحم والديش، لأن أنا نسيت أقرأ هاي الفقرة الثانية، هاي أيضا صدمة. شوفوا اختنا هنا ماذا يقول، ماذا يقول؟ يقول سمع جابر، سمعت النبي صلى الله عليه وآله إذا أحدكم أعجبته المرأة. هي أنا أسأل سؤال، أنا بالمول، مول شلون تعجبني هاي المرأة؟ هي غير مو شبعت أبوها بالتبصبص نار كلها، بس أباو عليها أباو، شلون عجبتني؟ هي لو أنا ما ناظر لها تعجبني؟ فهذا النبي محمد صلى الله عليه وآله عندهم، أنا المفروض أقول والعياذ بالله، بس أنا ما راح أقول والعياذ بالله، لأن هذا عندهم. النبي محمد صلى الله يقول إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه، يبوي جد هذا مبصبص، يعني بحيث النبي المرأة عجبته حلو الطول، حلو الممشى، حلو هذا، ودخلت قلبه، دخلت قلبه، سوى ارتفعت الأمور عنده، ارتفعت الأمور عنده، سوى مرخصتكم مرخصتكم. أي يقول للجماعتكم بعد إذنكم بعد إذنكم، ما يصبر نبي، ما يصبر بعد إذنكم، راح 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 فرغ ورجع. يعني إذن المرأة نظر إليها وأعجبته فوقعت في قلبه، يقول له فليواقعها. واقع واقع. ايه تفضل يا اختنا. نعم. هنالك حديث عند اهل السنه صدعوا رؤوسنا به، من الصبح لليل هما يحكوه، غضوا ابصاركم. اين غض البصر هنا؟ يعني واحده من اثنين، يا نغض ابصارنا، انا لا شأن لي، لكن يا اما الرجل يغض بصره عن المراه، يا إما يقعد كما تقولون أنتم يبصبص عليه، يقعد ينظر إليها بطريقة غير لائقة له كنبي. أنا أريد أن أوجه سؤال لهذا الشخص الذي تداخل قبل قليل، أريد أن أقول له أنت أتيت هنا مثل ما فعلنا نحن الشيعة، أو خليني أقول أنا موالين لأهل البيت سلام الله عليهم، نحن أتينا هنا اليوم لنصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أنت هل أتيت لنصرة النبي أم لنصرة هؤلاء الذين حدثوا بهذه الأحاديث؟ أعرض عليك؟ نعم تفضل. أكيد. طيب يا امرأة، أنت امرأة شيعية إثنى عشرية، طيب والأخت غصون امرأة سنية
امرأة سنية مغربية، فلماذا لا تناظرين الأخت السنية الفاضلة؟ ناظرتها مرة ووجدت أنها قليلة أدب وقليلة حياء، ناظرتها مرة وأفهمتها ووجدت أنها قليلة أدب. أنا لا أحاور راقصات رجاء على البثوث، أنا إنسانة محترمة وأعرف مكانتي. انتظر اسمعني، أسألتني سألتني اسمع جوابي، اسمع جوابي أستاذ الكريم. أنت وجهت لي سؤال أستاذ الكريم، وجهت لي سؤال دعني أجب. اسمعي ماذا يقول الكافي. حاج وعد ألجم هذا الذي أحضرته لأنه بدأ في كتاب الكافي. أستاذي الكريم انتظر وانصت رجاء رجاء. هذه التي قلتم أناظرها في أحد المرات ناظرتها وجدت أنها إنسانة مفلسة وليست بند لي، وقد أرسلت إحدى صديقاتها لي لتناظرني، طلبت منها أن تأتي هي، والرسائل لا تزال موجودة عندي. طلبت، بعثوا لي وسيط طبعا لأنهم لا يريدون أن تبقى الرسائل موجودة، فبعثوا لي وسيطا منذ يمكن 3 أشهر تقريبا، فقلت أوكي تمام أنا أقبل مناظرة هذه الإمرأة، وبما أنها ليست بند لي وضعيفة طلبت أن تأتي معها بغصون وواحدة أخرى لن أذكر اسمها الآن لأنه لم يذكر اسمها. نعم. فقلت أناظركم الثلاثة في نفس الوقت، مداخلة لي ومداخلة لكم، وأنتم اختاروا كل مرة تريد أن تجيبني. الآن ليش يهرب من السؤال اللي سألناه واللي أنت سألتيه الآن؟ ليش يهرب إلى أنه أنت امرأة وناظري امرأة؟ طيب ايش عندك جاينا بالبرنامج؟ إذا تسمح لي حجينا العزيز، الله يبارك بك ويحفظك إن شاء الله. تفضل سيد ميثاق. يلا أخوانا المشاهدين جميعا حياكم الله. طبعا الأخ للأسف لا توجد عنده أمانة، الله يبارك بكم أخوتنا، لا توجد عنده أمانة علمية حتى في النقل. يعني الآن حينما تكلم عن المغيرة بن سعيد الملعون هسه يقول دس في أحاديثكم، وضع كذا في أحاديثكم. احنا عندنا هذا الرجل اذا صدرت او ورد في السند روايه له مرفوضه لانه ملعون، وعندنا كذاب الله. ولكن حينما تنقل انقل بامانه علميه. هذا كتاب تنقيح المقال امامكم اخوان الاعزاء، هذا كتاب تنقيح المقال، وحينما يترجم للمغيره بن سعيد الكذاب الملعون ماذا يقول؟ شوف حجينا يقول: اما الاول حصول العلم الاجماعي علم الموضعين، الى ان يقول حتى أن المغيرة بن سعيد قال فيما حكي عنه، حكي عنه حكاية، حكي عنه، واضح؟ يعني ليست رواية مسندة، وكررها مرتين: فيما حكي عنه قد دسست في أخباركم أخبارا كثيرة تقرب من 100,000 حديث. طبعا هذا كتاب تنقيح المقال تحقيق مؤسسة أهل البيت صلوات الله عليهم في الهامش، يقول: لم أجد هذا الحديث حسب تتبع القاصر. نعم وردت روايات كثيرة في لعنه والبراءة منه وإلى آخره، لكن هذا الكلام أنه دسست في أخباركم ما يقرب 100,000 حديث، أولا هذه حكاية وحكاية غير مسندة، ثانيا لا وجود لهذا الخبر. وتفضل هذه كتب الشيعة أمامك، أعطينا هذا الكلام مسند، وين موجود؟ وين موجود؟ أم أنت حاطب ليل تنقل وتهرف بما لا تعرف؟ طيب النقطة الثانية، تكلم قال إن ممن ينتحل هذا الأمر، أي التشيع؟ ما معنى الانتحال أخوان العزيز؟ ها؟ يدعيه وهو ليس من أهله، ها؟ يعني كذاب ليس بشيعي حقيقي. احنا الكلام اذا تريد تنتقد انتقد الشيعة الحقيقيين، ارجع الى مادة ينتحل في اللغة وشوف معجم المعاني. يقول ادعاه، انتحل ادعاه لنفسه وهو لغيره، ادعاه لنفسه وهو لغيره، يعني يدعي مثلكم، تقول نحن أتباع أهل البيت، نحن محبين أهل البيت، وهذا كذب. أنتم تقولون ذلك وأنتم أجدادكم وأسلافكم ومن تترضون عنهم ممن قاتل علي بن أبي طالب عليه السلام سيد أهل البيت بعد النبي صلى الله عليه وآله، وصحابتكم والثقات عندكم قاتلوا وقتلوا آل بيت رسول الله في معركة الطف،
وسبوهم وقتلوا أطفالهم وفعلوا ما فعلوا، وألعن قاتل فيهم موثق عندكم الذي هو شمر بن ذي الجوشن زين الضبابي، وثقه صاحب تهذيب الكمال المزي. طيب ألعن خلق الله، فتدعون تحب أهل البيت واتباعهم وأن تقول نحن الشيعة ألبوا، هذا كذب. طيب هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، تكلمت عن رواية زينب زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أولا الرواية التي جئت بها هي رواية ضعيفة السند، واضح. تميم بن عبد الله بن تميم القرشي مجهول، وأبوه مهمل لا توثيق له في علم الرجال، هذه النقطة الأولى. ثانيا الرواية التي جئت بها عن الإمام الرضا عليه السلام يقول أعرف سيدنا، بس سيدنا بس لحظة، الآن أنت ما قبلت الرواية وذكرت سبب التضعيف. نعم. الآن هو يرفض رواية مسلم أو يقبل رواية مسلم؟ خلنا نضع حد إلى هذا الموضوع. يخرج على، لو خليني بس أكمل الرد على، ما عندي شيء، أكمل الرد على هاي الرواية وبعدين نشوف. لحظة لا لا، حتى يكون تواصل. الآن إحنا رفضنا وذكرنا لك سبب التضعيف، هل أنت تقبل أن النبي تعجبه امرأة في صحيح مسلم يا أخونا نسيت اسمه والله الأخ الكريم عبد الملك الكردي، عبد الملك أخونا الحبيب، هل أنت تقبل أبو عبد الملك يا بس أبو عبد الملك، هل أنت تقبل حديث صحيح مسلم أو أنك تدافع عن النبي كما دافعنا ودفعنا الشبهات عن النبي؟ تقبل صحيح مسلم ولا ترفضه؟ أنا أقبل صحيح مسلم وصحيح البخاري على العين وعلى الرأس. أحسنت، إذا نبيك يبصبص على النسوان وتعجبه ويروح يفرغ عن زوجته تقبل؟ لا لا، هو الذي 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 يعني يقول، بس قبل تسحب أخونا الحبيب يا أبو عبد الملك يا أبا عبد الملك يا أبا عبد الملك، نبيك يقول اسمع، يقول نظرة للمرأة يعلمنا، يقول إذا واحد بالمول وبس بصلة على وحدة، المول هاي زيادة من الراوي مني، إذا واحد في المول مال رويشد الثقفي حج وعجبته الوحدة، عجبته يعني عجبته وظل يبصبص وصعدت عنده ارتفع عنده، يقول يروح يفرغ ويرجع. انت من المفرغين من التمين من ياهو انت تفضل. شوف انا اقول لك شيء، انت قرأت الحديث، لا أدري هل قرأته بأمانة أم بتحريف. لا 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 لا، صدقني أنا ما قرأته بأمانة، الجمهور قرأ وياي. يا رجل، الرجل عرض الكتاب على الشاشة أمام الناس وتريد أطلع لك أنا الآن أعرضه على الشاشة، ما عندي مانع. رجل طلع الكتاب على الشاشة. خلي جاوب، الكتاب أمامك يا رجل، الكتاب أمامك. جاوب جاوب، هل النبي بصبص أهل ال، لك انتم ادري انتم اهل السنه والجماعه ولا اهل البصبصه والجماعه؟ ديدي جاوب. ممكن 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 ارد؟ يلا ممكن تفضل. ارد بالعكس، مكرم انت. طيب. تفضل. طيب يعني هو اي شيء مثلا اذا واحد يذهب الى بيته ويجامع امراته، هل في هذا بأس؟ النبي عليه الصلاه والسلام يقول الحديث الصحيح شبيه ما يصبر يعني، هو لما احنا قلنا هو اي واحد ينام ويا مرته شنها، اي واحد يروح ينام ويا نذري باية، لكن العلة وين؟ ولكن العلة وين؟ اسمع، العلة انه النبي يقول اذا اعجبتكم المرأة، انا شلون المرأة تعجبني اذا انا ما الله كلك مفوكس عليها مسوي دربيل؟ يعني نبيك بابا نبيك مسوي دربيل على المرأة، ولك مرة تمشي بالشارع نبيك مسوي دربيل عليها لحد ما دربلها دربل. ليش ما تعطيني الوقت أرد عليك؟ جاوب جابني، ليش ما تجاوب على أم السؤال؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح، وفي بضع أحدكم صدقة، يعني الإنسان المسلم يجابع امرأته فهي من الحسنات،
يا أخي فهمونا والله شيء مقرف هذا والله أمر مقرف. نبي جاي عشان يبلغ الدين ولا جامع النساء؟ نطقتونا من أجنابنا من كلاوينا تطلع، شو المسخرة هذه؟ أنا صار لي ساعة أسمع غريب. ربي أرسلنا نبي بلغنا الدين ولا يركض ورا النسوان في الشوارع ويرجع؟ اتقوا الله، وين عايش يا شو اسمك؟ وين عايش نبي لا يستطيع أن يكبح جماح شهوته الغرائزية؟ عن من تتحدث؟ هل تتحدث عن نبي أم عن صعلوك في الشارع؟ حاشا سيدي ومولاي رسول الله، أنت صاحي عندك عقل؟ عارف إيش بماذا تتحدث الآن؟ قال صدقة من وين الصدقات هذه؟ من وين جبتها؟ اتقوا الله يا ناس، اتقوا الله، والله العظيم إنه ربنا رح ينزل علينا بلاء يا ناس، ربنا رح يخسف بينا الأرض. إيش هذا النبي؟ إيش؟ أنا أريد أفهم عقلية هذا النبي اللي تحدثون عنه. هل هو عنده عقل؟ هل هو إنسان قادر يكبح نفسه أو راكض وراء النسوان في الشوارع؟ الله الذي لا إله غيره. ممكن أرد؟ لا لا لا، على ماذا ترد؟ على خيبتكم تردوا؟ على ماذا ترد؟ على خيبتكم؟ إن شاء الله ترد، بس أكمل الرد وبعد ذلك أنت رد. طيب، تكلم عن رواية زينب بنت جحش قبل قليل، ذكر هذه الرواية وللأسف أيضا ما راعى الأمانة العلمية في هذا الموضوع. يعني حينما ذكر الرواية عن الإمام الرضا بتر قول الإمام الرضا عليه السلام وقوله سبحان الذي خلقك أي تنزيها للباري عز وجل، هذا رواية الإمام الرضا عليه السلام، كلام الإمام الرضا عن قول من زعم أن الملائكة بنات الله، من زعم أن الملائكة بنات الله عز وجل. الرواية قلنا ضعيفة السند، وفي راوي هذا الراوي الرئيسي لهذه الرواية علي بن الجهم، وهو ناصب معادي لأهل البيت، إضافة إلى من ذكرناهم من المجاهيل، إضافة إلى أن الأخ الفاضل المحترم بتر قول الإمام الرضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال سبحان الله كان ذلك تنزيها لله وليس إعجابا بزينب. شوفوا أخواني، شوفوا اللعب، شوفوا شلون يلعبون على الناس بالكلام، يجيب لك الرواية ويجيب لك المصدر، يبتر لتر الجزء بسيط حتى يفهم المستمع أن النبي صلى الله عليه وآله عند الشيعة أعجب بهذه المرأة كما قال هو، ويقول للأخت أم الأسود وتتكلمين أن النبي وضع يده على صدر امرأة. هسه أنا ما سمعت الأخت لما بس أذكر هذه الرواية، جاءت امرأة قالت له يا رسول الله ضع يدك على صدري، وضع يده على صدري، قال سفل يدك يا رسول الله، سفل يده، سفل يدك يا رسول الله، سفل يده، سفل، فتراجع بعد إيش؟ بعد ماذا تراجع؟ بعد ماذا؟ بعد ما سفل يده مرتان. ها كتبكم المنحطة اللي تروي ان اسماء بنت ابي بكر تدخل على رسول الله في ثياب خفيفة تحكي ما تحتوي، ها، والالباني شيخك يقول صحيح، اسماء بنت ابو بكر خالة المؤمنين زوجة الزبير، ها، اسماء بنت ابو بكر تدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثياب، وثياب مخزية مخزية. وشوف تعليق الألباني ماذا يقول عن هذا الكلام، هذه قيمة رسول الله عندكم؟ طيب إخواني الأعزاء، هذه الرواية التي روانا بها هل موجودة عندهم؟ يا أخي روح طهر كتبك أولا، يعني أنتم ما أقبح الرجل بكم، ها، يرى القشة في عين أخيه ولا يرى جبل حدبة على رأسه، جبل على رأسه على ظهره ما يرى عينه عمياء. تفضل هذه الرواية عندك في كل التفاسير ذكرتها، أعطيك مثال، هذا تفسير الطبري هذا اللي يقول عنه ابن تيمية أصح التفاسير، يقول وذلك أن زينب بنت جحش فيما ذكر رآها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأعجبته، وهي في حبال مولاه فألقى في نفس زيد، أعجبته رآها أعجبت، ليش وين كانت عنها هي؟ مو هو اللي زوجها، مو هي بنت عمته، وهو الذي خطبها لزيد، يقول وفي نفس زيد كراهة لما علم مما وقع في نفس نبيه، ها، ما وقع، فأراد فراقها.
يعني علم أن النبي عشق زوجته فرادي وهو على كراهة تركها لرسول الله على كراهة. طيب ثم يقول وهو في ذلك يحب أن تكون قد بانت منه لينكحها. يعني النبي مستعجل متلهف يريدها أنه تكون بانت من زيد لينكحها. هسه هاي مو رواية، هذا تفسير إمام من أئمتك الذي هو الطبري إمام المفسرين شيخ المفسرين يفسر هذا الكلام. لا بعد شوية تقول لي رواية ضعيفة، لا هذا تفسير للكلام. كما أن الإمام رضا عليه السلام فسر الرواية قال سبحان الله تنزيها للباري أن تكون الملائكة إناثا. طيب فيفسر يقول وفي ذلك يحب أن تكون قد بانت منه لينكحها، يعني يقول له أمسك عليك زوجك، القرآن يقول أمسك عليك زوجك لا تطلقها، هو يريدها بسرعة بالكتبان عنده حتى يطلقها، الله المستعان. ثم يقول بقوله يقول وتخفي في الله الواجب عليك في زوجتك وتخفي في نفسك ما الله مبديه، يقول وتخفي في نفسك محبة فراقه إياها. الله أكبر، أنت تريدها عاشقها يا محمد يا نبي السنة، أنت عاشقها وأنت تخفي في نفسك هذا الأمر وتريد تحب أنه يفارقها، بس أنت تكذب علي من هذا لازم الكلام، تقول له أمسك عليك زوجك وأنت في داخلك تريد أنت على نار تريده بس يطلقها. زين وتخفي في نفسك محبة فراقه إياها لتتزوجها إن هو فارقها. ها ثم يقول ذكر من قال ذلك حدثنا إلى وكان يخفي في نفسه ود أنه طلقها. ما شاء الله، حدثنا فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله يوم ذي يريده وعلى الباب ستر من شعر فرفعت الريح الستر، نفس الرواية، فانكشف وهي في حجرتها حاسرة. ها عندنا لا 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 سيدنا شنو هاي الريح فوقع اعجابها في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله، وقع اعجاب عجبته ويريد رجلها يطلقها اليوم قبل باكر ويقول له امسك وهو يكذب والعياذ بالله، يريد يطلقها ها بس يريدها تبان منه كما يقول الطبري حتى يزوجها. ثم يقول وتخفي في نفسك ما الله مبدي، هذا يفسر للاخواننا السنه، تخفي في نفسك ان ان فارقها تزوجتها. طيب ثم يقول عن علي بن حسين قال كان الله تبارك وتعالى اعلم نبيه ان زينب ستكون من ازواجه، فلما اتاه زيد يشكوها قال اتق الله وامسك عليك زوجك، قال تعالى وتخفي في نفسك، ويعطي التفاسير. فترمي علينا بلاويك يا أستاذ، روح طهر كتبك أول مرة وقدس النبي صلى الله عليه وآله. طيب أي ممكن أخونا أبو عبد الملك ممكن أخواني بالنسبة إلى الأخت اللي ذكرها الأخ، إحنا نرحب بالأخت الكريمة أن تناظر ولكن تتصل يعني هنا أمامكم وتكون مناظرة بينها وبين الأخت، احنا كبرنامج إذا الأخت طبعا بعد موافقتها تتصل هنا في البرنامج ونحن إن شاء الله ندير المناظرة. فالجواب وافقنا أنه تأتي إلى البرنامج وتتناظر مع الأخت أم الأسود. أي امرأة عندكم؟ نعم تأتي عندها تتناظر وهي التي حجوعد سنزيدها بونس فوق هذا الكلام، تأتي بأدبها وباحترامها لأنه يبدو أنك حجواد لا تعرف هذه الامرأة، تأتي بأدبها واحترامها ولها منا كل الاحترام والتقدير ونعطيها الوقت الكافي لإبداء رأيها، وأزيدها أنا من عندي، هي من تختار الموضوع إذا أرادت. الله أكبر الله أكبر، شفت إخواني على المباشر نحن نعلن هذا الأمر. الآن إذا هربوا معناه لا تستطيع امرأة أن تقف أمام أم الأسود. الآن أرحب بالشيخ عمار الشويلي ولكن خلي أقدم قبل عمار الشويلي أرجوك، نسيت نقطة سريعة جدا سريعة في أخونا العزيز في ترجمة حماد بن سلمة الذي يقول من يترك حماد اتهموه حتى على دينه. حماد بن سلمة شيخ البخاري ومسلم ذلك الإمام الكبير يقول ابن حجر كان له ربيب ملحد، من هو أخواني اللي تعرفون أكبر ملحد في التاريخ
ها ابن أبي العوجاء، هذا الرجل كان يدس الأحاديث في كتاب حماد. من هو حماد هذا؟ أعطيكم نموذج روايتين وروايات، روايتين فقط. راوي حديث الشاب الأمرد، حتى تعرفون أن الدس له واقع. ها راوي حديث أن أبوي النبي في النار، أبي وأباك في النار. هو سيد، هو ما رضى يبقى وياي نقطة نقطة ذكرتني. هو قال أنه في الكافي كالأخت أم الأسود، كيف تقول أنه النبي يتبول في الشوارع والمدينة ما فيها شوارع، وعندكم في الكافي، لحظة، في الكافي أن الإمام الصادق عليه السلام سئل عن البول وقوفا فقال لا بأس به. أولا يقول المدينة ما فيها شوارع، وهم يقولون أنه كلما سلك عمر فجا يعني طريق سلك الشيطان طريق آخر، وهي الزبالة أصلا كانت بالشارع. واللي يشرح الأمر بن حجر يقول كيف النبي يخترق البيت والزبالة موجودة خلف السياج، فمعناه أن الزبالة كانت تابعة لهم وهي برا البيت، فشوية تعلم. وذاك الحديث حاج وعد الذي يقول أن جار النبي اليهودي الذي يضع الكمامة أمام بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنا أريد أفهم يعني هل هو كان صاحي وقت قال هذا الكلام؟ كان عندهم أنفاق يتحركوا فيها؟ كان عندهم أيوة أنفاق؟ لا هو شوارع يتحركون في ذلك العصر مثلا. نعم يعني أخذنا مثل الشارع الذي عندنا الآن. أم الأسود يعني هذه حجة تبرر بها؟ أم الأسود مثلا يعني عمر عندما يركب الحصان وين يمشي؟ يمشي على البيوت لو بالشوارع. لك والله يعني بالبيت الحصان يطير يجوز عند أجنح طاير حاجة لحظة الآن بس لحظة سيد لحظة يا أهل السنة. هو قال إنه الإمام الصادق عليه السلام سئل عن البول وقوفا قال لا بأس به. والله الكتاب معي كتاب الكافي، لكن أنا سأتكلم من حفظي. هذا الرجل المحترم أبو مالك الكردي، أولا الرواية في باب الحمام، إجا واحد سأل للإمام الصادق عليه السلام هو في الحمام يريد يبول واقف، يقول له يصير؟ قال لا بأس به. السؤال، هل الذي يعطي الحكم أنه مارس الحكم؟ يعني هل الإمام الصادق هو بال ولا أعطى الحكم؟ يعني مثلا عائشة سئلت عن رضاع الكبير قالت لا بأس به، هي أرضعت؟ شوفوا الفرق بين اللي يمارس التشريع وبين الذي يعطي. الإمام الصادق أعطى حكم التشريع وخير إن شاء الله، إحنا ما نقول حرام. واحد بالحمام يبول واقف، هل هو حرام؟ الإمام قال بالمناسبة من المرسلات ابن أبي عمير، لكن هذا مو موضوعنا. فهي وفي الحمام وموجود كان يطلي ومعرف إيش وكان صابون وهذا دين. الآن فالإمام ما قال الإمام بال واقفا، الإمام سئل قال عائشة شو رضعت الكبير حلال ولا حرام؟ عائشة قالت حلال. هل يلزم من قولها حلال أنها أرضعت؟ هل يلزم من قول الإمام الصادق البول وقوف أنه بال؟ لك شوية افتهموا يا ناس، أريد لي واحد يصير ويانا يعني بالعلم. ما في أبو عاش النووي. حياكم الله من جديد أخواني أخواتي، مثل ما استمعتم إلى هذا الكلام، ويصر الوهابي على أنه يطرح الإشكالات ولا يسمع الأجوبة أو الإجابات. اليوم احنا لاحظنا، أنتم لاحظتم أيضا، لاحظتم أن هذا الشخص سأل وأنا ما نقلت المقطع مرئي لأسباب كثيرة، ومنها أقل يعني أقل سبب من صحة العبارة هو سبب البيانات اللي راح يكون من الممكن يوصل إلى 15 أكثر. على كل حال نعود إلى نفس الموضوع. بمجرد أن تكلم هذا الشخص الحاج عجلان سحب الورقة وجاب القلم وبدأ يكتب وبدأ يدون. أيضا الأخت أم الأسود كذلك بدأت تدون. أعطى الإشكال الأول موضوع الحمام، أعطى البول واقفا، أعطى إشكال آخر بأن لم تكن هناك شوارع في زمن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، أعطى مجموعة من الإشكالات، والحاج وعد اللامي يدون والأخت أم الأسود تدون. ليش يدونون؟ حتى يجيبون على الأسئلة وحتى يبينون أن هذه الشبهات ليس لها
قيمة في الحوار العلمي، غير يا ابن كردستان كما عبر عن نفسه يا ابن كردستان، غير تسمح لما نتخلص تسمح للطرف الآخر بأن يتكلم. والله بمجرد مثل ما شاهدنا احنا، بمجرد ان الحاج وعد اللامي بدأ يرد على الشبهات ويفنتها، بدأ هذا الشخص يقاطع أم الأسود: تعالي ناظري، اذهبي وناظري، سنعود على موضوع المناظرة. فاللي يريد نبينه واللي يريد نقوله واللي يريد، هؤلاء فقط عندهم كلام أسئلة ولا يريدون الإجابة، أو يعني إتمام الحوار أو إتمام الإجابات. أما موضوع المناظرة فمثل ما بين الحاج وعد اللامي وأيضا الأخت أم الأسود، نحن نناظر، تعالي وناظر، لكن الأدب. ليش نتكلم بالأدب؟ لأن إحنا عندنا يعني تجربة جدا كبيرة مع الطرف الآخر. الطرف الآخر للأسف الشديد يسوب، يلعن، يتجاوز، يخرج عن المواضيع، يصرخ، يطعن. يعني أنا راح أنقل كلام وأنا راح أحتذر من أم الأسود بهذا الفيديو. يعني شخص يعني يتجاوز على أم الأسود بكلمات نابية وبكلمات يعني لا تليق بأن تكون في البث المباشر وتكون على الأخت أم الأسود تتكلم بهذا الكلام. فيا غصون يا ما أعرف إيش، تعاي وناظري، أخت الأخت أم الأسود في بث الحاج وعد اللامي، في دارة الحاج وعد اللامي، لك فترة من الوقت يعني خلي تكون مثلا المناظرة 5x5، 2x2، 3x3، أو سجال أو أي ما كان الطريقة التي تنظم بها المناظرة، لكن الأخلاق تحلي بالأخلاق. أنت شيخك أشرف غريب ووليد إسماعيل ورام عيسى، والكتاب مبين من عنوانه، لكن نأمل بأن تأتي وتناظري وتناقشي بأدب وبعلم. إذن أخواني أخواتي، ملخص الفيديو: شبهات عديدة، إجابات فندت هذه الشبهات، عدم استماع للطرف الآخر، تجاوز على الأخت أم الأسود، أنا لا أتحاور مع امرأة، بعدها دعاها للمناظرة، وختاما تم قبول المناظرة. فمتى ستحدث إن شاء الله راح أزودكم بأي شيء جديد. أخواني أخواتي، هذا هو فيديو اليوم وهذا ملخص اليوم، انتظرونا إن شاء الله بفيديوهات قادمة وملخصات أخرى. لذلك الحين انتظرونا خادمكم ومحدثكم على وفي أمان الله.